ولك نمر ليل عمي بحاجي لك شو شلون عم تقيم لافتات العالم وتعلق لافتاتها؟ ايوه بدي اعلق لافتاتي بعدين هنن علقوا لافتاتهم محل ما انا كنت مفكر علق لافتاتي يعني عم يعتدوا على افكاري بكل شقارة لك شو مجنون انت بدك تعلق مع العالم؟ تعال الصبح بكير وعلق لافتاتك قبلهم شو اعمل اشكال راحت علي نومه؟ الله يثبت علينا العال والدين الله معك عم بحازم مع السلامة نمس نمسك في وحدة هنيك يا باطل قولوا الله يا رجال الله روح جيب السلة روح مين ها محمد حطا؟ ما بعرف شو فهموا هذا بالسياسة بالبرلمان شو بيعرفوا فارس بيك الخوري؟ معكم الله معكم تعال قلنا حطوا لسلة الله سيك نمس مسيك هات لشوف لأولي لحظة شوي لحظة شوي عليه عليه مشان ما حدا يشيل لك شو حارتي مع حارتك؟ رو انت علق هني يلي مثلك بيعلق هني رو عمو رو لعند البابا هلا بيشغل باله عليه رو انت علق هنيك العمى ضربك ضرب صحيح تنكي عم تسمع مش ما عم اسمع انا اللي عم بسمع رح اعمل حالي ماني سمع رد على الولد حعمل حالي مو سمعانه لك يخرب بيتك من حالك لك شو الغلط التكبير هذا اللي ارتكبته لك انت عرفان حالك مع مين عم تحكي لك عم تحكي مع النمس لك شو بيهوي منك ومنه بتروحوا من هون لما اختار به الحارة على راسكم لا ما عاد فيني اعمل حالي ماني سمعان لك زينة لك نواقصي لك نمس العمى ضربه بطل لي فسولك الناقصة لك شو بدك من الرجال يعلق لافتاته وين ما بده شو خصك؟ بالله شو؟ إذا يعلق بحارته جاي يعلق بحارتنا عال والله شو هالحكي؟ لا تكون حارته طبع حارته اللي خلفها بعد إذنك أبو جودة فيني أحكي كلمة؟ شو تبوزك ولك؟ تركي قسما بالله إيش كان بتفتح تمك بحرف واحد منزلك لتحت أضحك فلق قياما وقعودا وعلى جنوبهم شو حكينا؟ عم نقول لك كلمة بدنا نحكي هلا ابو جودات انت ليش جايبنا لهون الزلمه ضربني وشرسحني ومسح الارض فيني وما خلى شيء قدام الناس كلياتها وانت الحكومه شغلتكم تاخذوا لنا حقنا خذ حقول العمى شو كذاب ولك بتطلع ستي كذاب ولك عواد ولك انت ولك انت شو هاد زيدي بيك زيدي بيك يا عزيز خذ لنا حقنا اهلين زيدي بيك اهلا وسهلا شو هاد اللي عم بيصير شو هاد مزيان خذ الحواش من هون امشي نزل ايدك خليهم شوي خليكم ايوه اخي الكريم انا بعتذر بالنيابه عني وعن السيد النمس ويا ريت تبقى تنسق مع السيد غسان بخصوص مكان تعليق اللافتات ويا ريت تجي لعندي على المكتب بدي احكي انا وياك كلمتين كونك مدير حمله المرشح المنافس استاذ اعتذارك مقبول بس الاخ هون عمل من الحبه قبه يخرب بيتك انا عملت بالحبه قبه ولا خلصنا نمس ابو ضاي شرف عمي كسر امشي شباب عمي روح تحرك روح اخي لك يا نمس انت كيف بتعلق لافتات بدون ما تخبرني او تخبر ابو جودات لحتى يزبط لك امورك يعني انت حالي ما بدي اشغل شيء بس بعلق اللافتات ما في داعي نشغلكم ونعذب سياده ابو جودات ايش الشغله سايبه يا نمس عفوا ابو جودات شو الشغلة سايبة تطلع وتقطع لافتات المرشحين المنافسين؟ شو هذا الحكي؟ ما قلنا مننسق كلياتنا مع السيد أبو جودات؟ مثل ما تفضل أستاذ زهدي لو رتبتوا معنا من البداية ما كان صار هذا العي بعد إذنك أبو جودات أنا رأيي اللي بيعمل عي يمشي دغري وهو كذلك سمعتوا؟ خلاص خلاص ما رح يعيدها النمس غسان خود النمس وروحوا على المكتب بدي أحكي مع السيد أبو جودات كلمتين سيد دابي تفضل تفضل معلم يقول
وعليكم السلام. شرف 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 شرف. أهلا وسهلا. ولو آخر مرة بتعمل معي هيك دير بالك كل شيء ولا تشوه سمعتي قدام الناس وخصوصي بهالمرحلة الحساسة. عاش بالله. تقعد تعمل لي لعب أولاد وحركات وتقص لي لافتات وتعلقني مع مندوبين المرشحين التانيين، هي شغلة ما بسمح فيها أبدا. أبدا. مفهوم؟ مفهوم. خاص سيدي أبدا، اعتبر خاص صار وحياتك أنا تأمر أمر أستاذ. إيه. اسمع شو بدي أقول لك. سمع. الانتخابات بعد 15 يوم. وكل صوت بتجيب لي إياه رح أعطيك عليه ورقة. ورقة؟ ايه ورقة. انا رح اعطيك ورقة وانت شوف تعطي الناس تصطفي. ايه ما بتعرف بجلس اعطيه وقت انا ورقتي. انت بدك تعطيه ورقتين؟ ايه انا بعطيه ورقتي. انا كريم خيرات الله وايدي فاروطية. بعدين الناس خطاي حرام دراويش، خليهم يعيشوا، خليهم يتفنكروا، خطاي شو علي؟ وينك يا بير؟ علي ما علي، لخلي لك كل حارة الضبع وحارة ابو النار يجوا لعندك ويقولوا لك يا ديبريك لا عينيك نحن رجالك بين ايديك، يا ديبريك لا عينيك نحن رجالك بين ايديك. بس بدون شوشرة وكل هوية بتجيبها بتعطيها لغسان وهو بعدين بيقول لك شو بدك تعمل. شو بعمل بعدين؟ ايه يلا يلا قوم روح شوف شغلك وانا رح روح لعندك باريت الحارة واعتذر منهم على الفصل اللي ساويته. يلا على السريع حريك روح بس ما تتأخر. ما بصير هذا النمس انت ما بتعرفه يا استاذ زهدي، هذا واحد مقطع موصل واخوه قبل منه مقطع موصل وكان عميل الفرنساوي كمان. يعني عدم المؤاخذه استاذ زهدي انت مهندس لك قدرك وقيمتك ومكانتك، بتروح بتجيب هذا الصايع نمس يشتغل معك بحملتك الانتخابيه؟ هي ما فهمتها، فيك تشرح لنا اياها؟ يا جماعه الخير أنا بعتذر عن الشيء اللي سواه النمس، وموضوع إنه هو بيشتغل معي هو ما بيشتغل معي. أنا عندي شاب اسمه غسان مسؤول عن كل أعمالي. عرفوني عليه لقيته شاب فقير ومعتر، قلت بفيده. بعدين لا تاكلوا هم، أنا بهدلته بهدلة مرتبة وعرفته قيمته، وإذا بدكم بجيبه هلأ هلأ لهون يعتذر منكم. لا 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 ما في داعي. طالما أنت بهدلته وعرفته قيمته هو غير مستحب يجي لعنا لهون نوب. أستاذ زهدي عندي سؤال واضح. وهي قدامك بريد الحارة، مشروعك هاد بده ينظم الحارة ولا بده يهدها؟ لا يا أبو ظافر، يعني أغلبكم شاف المشروع التنظيمي تبعي ولا شو سيد أبو عصام؟ والله يا أستاذ إيه نعم أنا شفت الرسمة، بس كأنه الرسمة بتقول يعني إنه هي حارة جديدة جديدة كلها جديدة، يعني مو تنظيم. لا هي تنظيم مو حارة جديدة يا أبو عصام. هلا احنا قدام شغلتين، يا بدنا نصدقك لك عدم مؤاخذة، يا بدنا نصدق الرسمة نقي. عفوا أبو عصام ليش عم تحاكيني هيك؟ صلي على النبي وطول بالك علي شوي، الله يرضى عليك استاذ زهدي. أنا عم أسألك سؤال وسؤالي ما في شيء، لأنه لازم نفهم الرسم اللي أنت راسمه شيء ولا عم تحكي شيء تاني؟ شيء تاني؟ شو قصدك ابو عصام؟ واحد مثلي ممكن يكذب؟ انا ما بسمح لك ابدا. لك عمي انا ما احكي معك لشغلي ما بتخصني لحالي، بتخص الحاره واهل الحاره الله يرضى عليك. شرح عود تفضل. انا لهلا ما نجاوز حدود الاحترام ما حتى تفز هيك على حيلك الله يرضى عليك. والشغله اللي عم تحكي فيها انت شيء واللي عم يصير شيء ثاني واكبر من هيك. بس انت هيك ما عم تحترم حدا يا ابو عصام. عم بحترمك وكل عمرنا محترمين ونحترم الناس ونحطهم فوق راسنا وحاطينك فوق راسنا لهلا وعم نسمعك، بس هذا المشروع تبعك عمي ليش ما قدمته على البلديه؟ البلديه كانت حتقول رايها فيه، حتقول انه فيه هد للحاره، ليش ما قدمته؟ قول لي. ما قدمته احتراما لاهل الحاره، قلت بجي باخذ رايكم بالاول بعدين بشتغل بالناحيه الرسميه للموضوع. ناحية شو الله يرضى عليك؟ هذا مشروعك هد للحارة. بس بدي افهم شغلة واحدة، يعني حضرتك ليش ما عم تصدقني بأي شيء بحكيه؟ لك ما فيني صدقك يا عمي لأنه شغلك شيء وحكيك شيء تاني. طيب تعال أقول لك، أنت راسم بالرسمة شارع هالقد قد ومبلش فيه من أول الحارة على أساس هذا نامي بلش من هون من قدام المضافة. ما شاء الله من هون
يعني قاصص فرض قصه هيك على الجامع على القهوه على الكركون واخذ له كم بيت بطريقه. تفضلوا. طول بالك ابو عصام، خلي الاستاذ يحكي. لك يا ابو ظافر، الاستاذ حكى اللي عنده وخلاص، صفي اللي عنا. هذا الزلمه فات على الحاره بده يهدها، بده يخرب بيوت ناس وما عنده مشكله. شوفي براسه ما بنعرف، وفوق انتخابات بده ياخذ صواتنا كمان فوق. عمي الله يرضى عليك، انت من ناحيه نحن من ناحيه، هيك بمشي الحال. على فكره ابو عصام، انت زودت كثير معي وتجاوزت كل الحدود، وانا ما مستعد كمل هذا النقاش معك. بالاذنك. لك اروع على الزلمه ابو عصام، ما خليته يحكي. لك ما عنده حكي يحكي، مشان اللي خلاكم بقى. لا ابو عصام، كان عنده حكي بس انت ما خليته يحكي. ابو عصام انت كثير معصي. لك روح 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 وصلي على النبي. اللهم صل على النبي. عمي اسمعوا انتم منيح، انا اللي عندي قلته. اسمعوا له بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه ما بدك كل هالتعصيب. شو بعرفني؟ والله بناقشت معك يا نمس. يا كان ورقه على الراس. لك ايه لا ورقه لإلي انا. وانا ان شاء الله اجيب الراس ايش ما كان. يا كان من الشرجه بدنا نعيش. الله فتح بوشك. بتعرف لك نمس الناس بيجوا معك بعشر قروش. ولك ايه بعشر قروش. لك يا سيدي خليها بربع ورقه يسقط حالها. فكر معي هيك، يعني اذا جبنا لنا 1000 بني ادم، كل بني ادم ورقه، ورقه ضرب البني ادم، بني ادم تاثير ورقه، يعني ولك بيطلع لنا ب1000 ورقه يا لطيف. وهالراس اللي قدامك اذا جاب لك ناس قديش راح تعطيه؟ راح اعطيك لك انت بس خصص ربع ورقه. شو ربع ورقه؟ قليل، بدي نص. شو ها؟ نص ورقه؟ ما بتوفي يا اخي، ما بتوفي مالنا. شو نص ورقه؟ ما بجيب لك اخي ربع ورقه، ما في غيرها. فكر منيح، عجبك عجبك، ما عجبك عجبك، فكر ورد لي جواب. يوم يومين ثلاثه على كيفك. شو؟ ألف مبروك. ها هيك بدي اياك يا تانكي. يا كان الله يرضى عليك، خلينا نبلش شغل من اليوم، نسجل الاسماء وناخذ الاسماء لعند الاستاذ غسان. يلا. اي خلص خلص، موافق مثل ما بدك. ربع ربع. شو بدي اقول لك نمس، ليش ما اخذت رعبون؟ اه رعبون. ولك ايه رعبون؟ خذ مصاري، ربط كلام مشان تعطي الناس. شو بدي اقول لك نمس، ان شاء الله مفكر لحالك عم تشتغل هاي الشغله، في كثير غيرك عم يشتغلوها، بعدين بتروح عليك. ولك كيف راحت عن مخي هاي؟ ايه والله. اذا هيك معناتها انا لازم روح هلا على الشعلان. تروح على الشعلان؟ ليش تروح على الشعلان؟ ليكو غسان بالحاره بحاره الضبع. اه شو بدي انا بغسان؟ انا بحكي مع الراس الكبيره. يا كام الراس يا راس وقد بعضهم، بحكي مع الاستاذ جهدي. ايوه قلت لي اللي رايح تشوفها لحبيبه القلب عايشه. اوعك اوعك تجيب سيرتها على لسانك، اوعك تحكي بالعرض، بصيرك لسانك من لغليغ. وانا شو؟ ولك شو هالناس هي؟ ولك ما عاد حدا بحاله، كله بحالك. يخرب بيت سنتك، ولك انا ناقصني تخيل. ولك بده يجيب اسمك على ليش عم تطلع؟ لا تخليني ابعد فيها. يا اهل المروه والعزه والكرامه والشرف والشهامة، انسى الأيام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا.